من هو كيم جونغ أون؟ كما يعرف بأسماء أخرى مثل كيم جونغ أون أو كيم جونغ يون، يعرف سابقا باسم كيم جونغ وون أو كيم جونغ وون، ولد في 8 يناير من سنة 1983. هو ماريشال كوري والابن الثالث والأصغر لزعيم كوريا الشمالية السابق كيم جونغ إيل من زوجته كو يونغ هي. بعد إعلان وفاة والده كيم جونغ إيل في 19 من ديسمبر 2011، أعلن خبر توريث رئاسة كوريا الشمالية لكيم جونغ أون بمسمى الوريث العظيم، كما جاء على شاشة التلفزيون الرسمي الكوري الشمالي. يشغل حاليا مرتبة دي جانغ في الجيش الشعبي الكوري، وهي رتبة عسكرية تكافئ فريق أول. منذ أواخر عام 2010 كان ينظر إلى جونغ أون على أنه الوريث المفترض لزعامة الأمة، وهو الآن الزعيم الحالي لدولة كوريا الشمالية. قيل أنه درس علوم الحاسب الآلي في كوريا سرا. لا يعرف تاريخ الولادة الحقيقي لكيم جونغ أون الزعيم الكوري الشمالي وابن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل. فقيل أنه ولد سنة 1983، وقيل أنه ولد السنة التي بعدها. درس بمدرسة بيرني الدولية في سويسرا حتى سنة 1998 تحت اسم المستعار. وأكد زملائه السابقون أنه حضر إلى نفس المدرسة معتقدا أنه ابن الزعيم الكوري الشمالي. كان من المتوقع أن كيم جونغ أون سيصبح زعيما للبلاد بعد والده، بعد أن كان أخوه الأكبر الغير الشقيق كيم جونغ نام هو صاحب الحظ الأوفر في الزعامة. ولكن سرعان ما سقط حظ أخيه بعد أن أوردت التقارير أنه اعتقل في اليابان سنة 2001 عندما كان ينوي زيارة ديزني لاند في طوكيو بتهمة حمل جوازات سفر مزورة. ذكر كينغي فوجيموتو الطباخ الشخصي السابق لكيم جونغ إيل تفاصيل تتعلق بكيم جونغ أون حول من أقام معه علاقة جيدة، بدءا من أنه كان صاحب الحظ الأوفر في وراثة زعامة أبيه. ادعى فوجيموتو أيضا أن كيم جونغ أون كان مفضلا عند أبيه أكثر من أخيه الأكبر كيم جونغ تشول، ويعلل ذلك بأن شخصية جونغ تشول تميل إلى الأنوثة أكثر من اللازم، بينما جونغ أون مثل والده تماما. يضيف فوجيموتو بأن إذا كانت السلطة ستسلم إلى أحد فليكن كيم جونغ أون لأنه الأفضل، فلديه صفات رائعة، إنه سكير كبير ولا يعترف بالهزيمة أبدا. وصف فوجيموتو حادثة حصلت عندما كان جونغ أون في سن 18، سأل نفسه بشأن حياته المترفة قائلا: نحن هنا نلعب كرة السلة ونركب الخيول ونركب الزلاجات النفاثة البحرية ونستمتع سويا، ولكن ماذا عن حياة الأشخاص العاديين؟ في 15 يناير 2009 نشرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية تقريرا بأن كيم جونغ إيل عين كيم جونغ أون ليكون وريث حكمه. في 8 من مارس 2009 نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا يقول بأن هناك شائعات بأن كيم جونغ أون ظهر على ورقة الاقتراع للانتخابات الجمعية الشعبية العليا، إلا أن التقرير تشير أن اسمه لم يظهر في قائمة المشرعون، لكن تم ترقيته لاحقا إلى مرتبة وسطى في لجنة الدفاع الوطني، وهو أحد فروع جيش كوريا الشمالية. تشير التقارير أيضا إلى أن كيم جونغ أون يعاني من مرض السكر وارتفاع ضغط الدم. منذ 2009 كان معلوما عند الخدمات الدبلوماسية الأجنبية أن كيم جونغ أون سيرث أبيه كيم جونغ إيل كرئيس لحزب العمال الكوري، وبطبيعة الحال رئيسا لكوريا الشمالية. كان يسمى بالكورية يونغ ميونغ هانتونجي، والتي تعني الرفيق الرائع، كما طلب أبوه من سفراء البلاد بأن يتعهدوا بالولاء لابنه. كما أشار التقارير بأنه تم تشجيع المواطنين بأن يغنوا أغنية ثناء ألفت حديثا لكيم جونغ أون، مشابهة جدا لأغنية الثناء التي يغنيها الشعب لأبيه. لاحقا في شهر يونيو أشار التقارير إلى أن كيم جونغ أون زار الصين سريا ليقدم نفسه للقيادة الصينية، التي حذرت لاحقا من إقامة كوريا الشمالية لاختبارات نووية. وأنكرت وزارة الخارجية الصينية بشدة أن هذه الزيارة حدثت. منذ تولي شؤون البلاد تحت الحكم المطلق، بدأ بتنفيذ سلسلة من الإعدامات لم تتوقف. وقد ذكرت التقارير الكورية الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي أعدم في سنة 2015 ما لا يقل عن 15 مسؤولا لأسباب مختلفة من بينها الشك في الولاء، كما قام بإعدام مهندس إحدى المطارات حيث لم يعجبه تصميمه، وإعدامه لوزير دفاعه هيون يونغ شول، وإعدامه لزوج عمته ومستشاره السياسي بتهم مختلفة.
ثم قام بتعزية عمته بعد إعدام زوجها وذلك منذ وصوله إلى سدة الحكم أواخر سنة 2011. أعلن يوم 31 أوت 2016 قيام كيم جونغ أون بإعدام وزير التعليم في كوريا الشمالية كيم يونغ جين. وأكد هذا النبأ المتحدث باسم وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية جيونغ جون هي في مؤتمر صحفي. وقال مسؤول آخر أنه أعدم رميا بالرصاص، وأشارت وسائل الإعلام أنه كان متهما من قبل النظام بالتحريض ضد الحزب والثورة. وقد أدين مؤخرا بالجلوس في وضع غير لائق تحت المنصة خلال جلسة للبرلمان، وخضع لاستجواب لكشف جرائم أخرى.